الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا إله إلا درت جعله ميل ودون كديك داون إنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الله يدين سيو حلقة دي لصور ضافي يتيك هو الرئيس وحنك صور شيكيني قف كدن يرضى حلاقة بين سجنا لدت كدن جار أهان دن يرضى حلاقة بين بشر رمضان مركي لجارو وحنا مدك ود وأسين نفتي سئن وبدلو نشاط أما أكتيفتي أن صور شيكيني وقف كلو بين وسمي تي لصور ضافي وحنك صور شيكيني فامي الكاجا سأو بدلك أما حلقة بكرتا بشر رمضان ما أنت أنك شيكيني وحواي فامي الكين وين كوميونيتي أنك دلني قف والبو ميلو كيمت ودنو كيمت. إله سبحانه وتعالى وحير إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وحايدين كأبورني آدم يا حواء كدبنا وحايدين كدقني شعب نيشنز حايدين كدقني إيو وحايدين ترايبس قبائل الذين لقد ديقى مركا قبيلوين يودمان كإيمان حد اللغة ذاك وحد لا يدد أم بقى دتك اللغة ذاك وحد لا يو أما دتك مجال ذي يجوا أما دتك تول ذي يجوا قلوا البحق يوليه حقوق ذي يوليه محاو كوميونتي محاو حق يوليه طبعا هو كوميونتي حق دتك قاركوا حالة تيس كريم وكو في كرمية قفكو حالو بهاي وحال وحال إلى كوميونتي سيرفيس اللي راح جفت أما أمة إن وحلا لقبته وبان دتك سكو أود معهن أمة دان وحال هذا نين غني إلا ذا هاي نين فقير إلا ذا هاي نين عقل بدني إلا ذا هاي نين لق عقل بدني إلا ذا هاي نين حنون سنة إلا ذا نين فيو إلا ذا هاي قار أقونا جرو دد عن لهين قار علمي أباه إلا براجرتو قار بعاونا أباه ناجرو مركم حاس وقبان كرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحوير أمة دوائن النقدان كمثل الجسد الواحد جسمي كان وتاجن وقال إني وضع النقدان واي هذا ما أنت هذه فرتك حنون يسو فرتك حنون يسو طيب محقا لي كيناي جسمي كله حنونه هذه فرت حنوس فرت حنونه فرت حنوس هذه دنقنده كو دعيسو ما حدا الا ان جسمي قال حب امه اساسا لو باهي ماركا كوميونيتي انه حاجه حقوق انه لين لو باهي ان لا سمي تنكو بعد وحا بش رمضان ماركي لا غارو وان ان كو فكرنا يا افر هيسنين سؤال شكو دن يرتا شقد هذا وحيته بش رمضان يا افر هيسنين برامج حاجه افر وافر وافر ولا الكه كلمه ولا الكيان كافرنا شقد اذا ما انت وحيته بش رمضان وحان رباي إنن كشقيو دت إنن أفريو شقواي بل نبي صلى الله عليه وسلم وحور قفكي أفريو قف صومن أفريو وحو هلا أجركي سوكلو هلا وحال لغا يابا ادي كلغا إن سومنتيد لكن تبون قفوت صونكود إن هيسيدا لغا يابا marka kun kubaadu loo community inaaga baahayeen waxa inuu qabanatan koodu xawaaye inaan ka shaqeyno san dadka u afuri leheen arimahaas arabaha naaga fiican هذا أرث مساجد عرث وبنانك وإيالان أنا جو حالة جاي بهذا الجيليشن صوص إنه صوف يعني هذا لقدر يرتاح لهذا اللي وحاله بهاي إنا ده نسين أجا أفرنا وقف كنسين وأفرنا بشهر رمضان تمر بي تمر شن حبان تمر كحراء مسدح تمر بعك كحراء يبي أنقاضة بنانك سوقف يهري هذا حاله هاك وأفر بالله عليك قف كسوق فرحة فيري أدين محاش أجر كيسة هالشيء مرتينكو بدو بانو كميرتنا لقبنا وحواي إنا كأنا كشقيننا أفرنا صام ساكين تاو عاونا تلبا دلو بهاي وحقوف والبرلين يروح حلو بع إنه كم نقطة مساجد بشر رمضان وحواي مساجد كان عاونا دلنيشت مساجد كان كم أحي محان قبنا محال قبته بعد ده ديل هديل أفرنا بناك أفرنا هدي مساجد كلا لا نظيفنا ولا نظيف لأن رمضان كمساجد وابو حسما مساجد نظافة بهاي هي وحو بهاي عنت إلا كانوا بهاي بي إلا كانوا ترى واحد اللي تجيو ده كسل ليمنك إلا هجاجيو بارك ند إلا هجاجيو لو بهاي مركو وحان لنا بشر رمضان وحار وإنا كم نقطة مركا مساجد كان وحان كنا قنا أكتيفيتي كنا قنا عضوا كنا قنا مساجد كان دلنيشت جوكتو أي الله شقينا تنسى ده حدا يلو بقى ولو بهاي وحواي هيلو بندرس كاجا دريس كاغا وا كوميونيتي قف اوغو هوراي حق ولا دريس كاغا وا رونتي دريس حقوق بدن انو لي انا ما اوغين لكن وحا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت حديثه كيرو خوير ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورته دير جبريل سو جيرس دريس دريس يدها وحا سمن انس دخلين ابو مليو النبي صلى الله عليه وسلم marka waxa loo baahan qofka diriskiisana inuu ka warhaayo loo baahan yahay agooman ina ka warhaysida loo baahan yahay dad agooman raadi aaba malahan aabiis wudunt adiga marka yaraad maxaa jecelad in lagu sameeyo ahba waxyaabo badan ku sameey qofkan ahba malahan inay caawisida loo baahan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii qof yatiim caawiyo kafaala qaado anigi asiga jannada saanan ku noqonina janna gali ma nabi maxamed asan ku noqonaysa jannada
marka bisha ramadaan waa inaan barano san community-geen u caawin lahayn agoonta inaan caawina loo baahanyahay dadka faqiirinta inaan caawina loo baahanyahay dadka agoon oo maxaa la diriskeen inaan caawino faamilkeena weyn waa faamilkeena gudaha waa kasoo sheekeynay faamilkeena weyn waxaa loo baahanyahay in la caawiyo banaanka la istaaga loo baahanyahay waxaa jirto diriska muhiim jidda inuu yahay waxaa laga yaabaa bidaa dad waxaa laadaa meel muslim aad joogo diriskaaga ama inuu kugu soo hanuun ama kugu soo islaamaa laga yaabaa yar waxaa jira soomaaliya oo maasha allah oo muslim diris nin diris waxaa jira dadka muslimiinta nacbanaa muusan dhibi jirin ninkii oo diri gaalka ahaa inuu la yaabay ninkaa muslimka wuxuu ku yiri maxamedow waa ani waxaan rabnaa inaan ku casuuno aniga xaaskii gurigan kugu casuuno ninka sidee guriga lagu casuuno markaasu wuxuu ku yiri maxamed my wife and I know that we are bad neighbor aniga xaaskay waxaa ugu neynaa diris xunnahay laakiin adiga weliga reaction dhibka maana helay maxay tahay markaasuu ninkii muslimka wanaagsanaa wuxuu ku joo sax waaye laani aniga muslimna ahay ninka cadaankiinu qusulay waa ogeynaa muslim taasaan buu ku dhibeynay laakiin maxaa dhacay markaasuu wuxuu yidhi calayshan diinteyda islaamka waxay amraysaa inaan adiga ixsaan kuu sameeyo inaan adiga kaa warhaayo inaan adiga aanan ku dhibin markaasuu yidhi ma nebigiina magaciiga sheega markaasuu yidhi maya adiga magacaaga muusan sheegin laakiin adiga maxaa tahay diriskayga soo matid adiga keliyama haddaa maanta ii guurtid ama aan kaa guuro diris kasta xaqaasuu igu leeyahay ninka cadaankiinu madaxa wuxuu yiri nebigiin masaan dhahay haa warqada brushuuruu siiyey ninkii finally wuu soo islaamay muxuu ku soo islaamay diriskaasuu ku soo islaamay marka waxaa loo baahan yahay communitygeena inaan wax isu qabanaa loo baahan yahay aan iscaawinno bisha ramadaan markii la gaaro qof sooman bsc diriska caawi ha lagu arko bisha ramadaan jenj ha laga arko kheer allah idin siiyo ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin barakeeyo iyagoo detail aan geli doona xalaqooyinka soo socdo midda naftaada ku saabsan midda faamilkaaga ku saabsan midda community ku saabsan mid walbana example aan ka bixin doona inshaa allah hadda si general aan aga hadalnay kheer allah idiin siiyo baraka llah fiikum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu